كيما لو انت تراه ينجم الفريق هذا انيس، ترى الفريق هذا معناه انت تراه ينجم يلعب على مقعد افريقي ولا على البطوله، على يعني مقعد افريقي الساعه قبل كل شيء. البطوله قبل هو مش يلعب البطوله، الاوبجيكتيف البطوله ما تدخل تورنوا كيما هكا باش تلعب على البطوله. دقيقه برك خلينا نبدل السؤال. اي ساعه تراها فهمتي مثالش بطوله سي انيس، ترى المجموعه اللي على ذمه الاطار الفني نتاع النادي صفاقسي الحالي بدون ذكر اكس ولا ايكغريك، يا انت باش يجي اكس ولا ايكغريك قادر باش يهز البطوله؟ شوف دكتور، قلت لك انا قلت لك اول حاجه احنا داخلين نقصين ثلاثه نقاط على الاولمبياد. ثاني حاجه تقول مقعد افريقي، راهو الاول الثاني الثالث، وهذا نفس العقد اللي كان موجود للمدرب اللي قبل، معناها اليوم البوتنسيال هذا بشويه وقت يوقف عليه الضغط الفريق، متاكد انه مش معناها مش يزيد يصلح، لانه كما قلت لك معناها الفما معناها الفما ملاعبيه اللي عنده الكاليتي شويه بيان سور ياخذ تقسيط الفريق اللي ينافس على الالقاب شويه معناها يصير الاوتوماتيزم، اكيد انه قلت لك ثم مارج دو بروجريسيون كبيره بالنسبه للكيب، وقادر بيان سور علاش مش قادر، اما اذا كان ينقص عليهم الضغوطات اللي كما قلت لك. سامحني يا انيس باش نقول لك على حاجه، معناها تقولي ملاعبيه صغار وضغط واحد صحيح، معني ما دام البس المريول نتاع النادي الصفاقسي ويعرف قيمه النادي الصفاقسي ويعرف فريق يلعب على القاب لازم يتحمل الضغط. احنا لعبنا مع بعضنا قدش من عام، وتشوف الضغط اللي شفناه، وتشوف كيفاش في الافريق، وتشوف البرة، وتشوف الشامبيونز ليغ هذيك، وتشوف ما غير ما نذكرك انت تعرف، معناها ما دام لبست المريول هذاك وانا جاي من رالوي وقتها مازلت صغير، معناها وتحملت الضغط ونلعب وما عندي حتى، معناها توا هذوما صغار مش صغار صغار، معناها صحيح فريق من ذيك تو تذكروا لا تكون في سنتين مش اول عام جاء وتفسر اول ما جاء. اي بدينا العام اللي من بعده، العام اللي من بعده لعبنا الكاس الرابطه خدينا، من بعد هزينا البطوله العربيه. راهو انيس قداش قاعد باش تكون الفريق هذا؟ قعدنا عامين باش عملنا فريق ينافس، فهمني ولا فهمتك؟ نفهم فيك، اما حبيت نقول لك حبيت نقول مش في شهر بالحق صحيح، راهو اللي تقول فيه صحيح، راهو اللي تقول فيه صحيح، جاء في 31 ديسمبر، معناها مش ديريكت مش تطلب منه 31 جانفي مش تطلب منه ديريكت تيجا يا ماركيلي اي اعمل لي يعرف حتى يوم الطيب مهيري يلعب ضده ماتش ولا ضد سي اس اس زوز ولا ثلاثه ماتشات في الطيب مهيري هو في الفريق الاخر. لكن انا حبيت نقول لك اللي يلبس تو مثلا عندك اللي ليدر، عندك اللي معناها اللي يعاون ويدزوا مع الملاعبيه اللي ليدر اربعه خمسه ملاعبيه، معناها هذوكم يعاونوا الصغار. اللي حبيت نقول لك اللي الملاعبي اللي لبس المريول واللي يعرف اللي يعرف قيمه النادي الصفاقسي ديما مش يلعب تحت الضغط يا ليس، راهو مش يلعب ديما تحت الضغط ويلزم يلعب على تيتروات، جمعيه تلعب كان على تيتروات. واضح يلا باش نختم معك بوجه، تفضل كوتش. قلت له معناها مانيش ضد الكلام تاع وسام، بالعكس كلام صحيح وواقع، وانا قلت لك المجموعه معناها مجموعه ما شاء الله عليها معناها باهيه برشا، و يعني على مستوى الاخلاق اخلاق اللي دور موجودين، عندنا دي كادر باهيين ما عندهم حتى مشكله، كما قلت لك حاجه برد معناها اللاعبيه هذا يلزمهم شويه وقت يلزم باش ما ندخلوش، لانه شوف راهو تجم بوتنسيال يجم يكون ملاعبي باهي برشا وبوتنسيال تخسروا اذا كان تضغط عليه اكثر من لازم تضغط وتقول لي يجي للنادي الصفاقسي اكيد هو جاي للنادي الصفاقسي يجي على القاب، لانه ملاعبي يسيب جمعيته مع احترامي الشديد له ويجي للسي اس اس على الجي جاي لانه عارف انه سي ان ترومبلان تاع جمعيه تاع الالقاب. دونك هذه الفكره نفس الفكره ماهوش ما احناش بعاد على بعض. الحاجه الوحيده اللي نقولها انه كما قلت لك يعني مجموعه طيبه جدا لزمها شويه وقت وقدره الاله نادي الصفاقسي يعني خمم في ثاني. اني الحقيقه بيناتنا قنعتني في كل شيء الا في حكايه نادي الصفاقسي قادر باش يلعب على البطوله، انت بينك وبين روحك بيناتنا معناها نحكيو توا كونيسور بتاع كوره ونعرفوا كوره ونعرفوا لي ريكونستركسيون بتاع الجمعيات، ما بين جمعيه كانت تلعب على البلاي اوف افون دو جورني افون ثلاثه دقائق في حمام سوسه تترشح بلاي اوف ولا بلاي اوت ومغدوه تصبح تلعب على البطوله، يفو اترو فو معناها لازم واحد يكون مهبول باش يحكي فيه، لازم واحد فريمون مهبول ومش ياخذ في دواء معناها مش فادلي دكتور. انا ما قلتش نلعب على البطوله، مش انت نحكي على الاوبجيكتيف تاع الاداره نتاع كذا. اخي سامحني مش من حقهم مش من حق، فما امكانيات يهديك فما ديزاني لوميير هربين على لا بشوي حتى عم ناول النادي الصفاقسي ونعاود ونكرر نادي الصفاقسي كان قريب من البطول
الى راتيب وكودي بول نادي سبيرتا بعيد 7-8 بول كيفاش بعيد 7-8 بول يا ولدي هديك يا ولدي عامناو فما الاسبيرونس وفما مزيان عامناو الراتا 10 نقاط يا ولدي اللي راتي يا ولدي ملك الحبيب ما كانش ينجم يخسرهم يا ولدي اللي راتي ماتش ما يهزش بطوله هو العاديه يا اخي سامحني كيفاش غريب البطوله سامحني المستوى راهو ما تنجمش تحكم عليه توا كل شيء ممكن يعني عندهم الحق باش يكونوا يفو اتر جراديويل في لي زومبيسيون يهديك يفو اتر جراديويل توا ناخذوا سامحني كون واقعي مثلا واقعي واقعي جراديويل رياليست توا سامحني انيس بوجلبان عنده 30 عام كوره ما يعرفش المجموعه على ذمته وهو توا كان يحكي فيه الشيء اسكو اقلهن اقلهن نادي راضي النادي الافريقي ممنوع من الانتدابات اما مجموعته عندها 3 سنين تخدم مع بعضها إلي دو لوا أشواط قبل نادي سفيقسي في البريتونسيون باش ينجم يلعب على البطولة والناس كل ما ترشحوش النجم الرياضي الساحلي قلناها في أول عام ينجم يلعب على البطولة خاطر سوادي زو عمل دو ريكروتمون نتاع اسامي مش اللي عملها من نادي سفيقسي نتاع دي بروميتور وهذا الكل وشفت هذا الكل نحكيو فيها الترجي هارب عليهم 6 محطات شفت ترينو شفت ترينو كي يبدا الترجي في المحطه الخامسه وهم مازالوا ما خرجوش برشا مبالغه لا مبالغه لا شيء هذيك الكوره فويت الرياليست فويت الرياليست الترجي قبلهم الكل تحب نعطيك مثلا كبيره منك صراحه معناها لا مش اكزاجيراسيون ما تحبوش تكونوا رياليست في الكوره تحبوا تمنيوا لعبات بالاوهام تحبوا تحلموا ما تحلموش في الكوره يا هذيكم شو معناها هنا داخل توا الشامبيونات داخل الشامبيونات توا معناها داخل الشامبيونات معناها ما نلعبش ما لوين ما نلعبش على الشامبيونات يا من وين نلعب يا ولدي الميلان وروما كومباني يعرف روحه اليوفي خير منه يقول لك لومبيسيون بتاعي البلاصه الرابعه باش تمشي الشامبيونز ليج انت كنادي سفيقسي اليوم تتكلاس الثاني عملت معجزه انيس شنو قال انيس قال نلعب على البطوله اما ثلاثه المراكز الاولى مرشحه يا ولدي الاخبار قال لك النادي سفيقسي عملناه القريب من البطوله لازم يكون امبيسيور يهديك كيفاش قريب من البطوله بعيد على بعض يا ولدي ناول مستير خير برشا من نادي سفيقسي كيلك عملناه والنادي سفيقسي شو بهش يا ودي العالم كامل يا راتي ما يهزش بطوله شو بسبلوني توا نقاط كانت في كل تراتي يا ودي اي ما حقه باش يكون يا اخي باش يدخل بلاي اوف باش يقول لهم راني قاعد يا ودي زيني بالسينما اعطيني اللي تقال في الاوف ما تعطينيش في الاوف مباراه الاولى نتاع النادي سفيقسي شو زيني بالسينما النادي سفيقسي بالمجموعه اللي عنده كان يتكلاس الثالث يتسمى عمل اون تري بون سيزون يتكلاس الثاني ويمشي الشامبيونز ليغ اعجاز اي يا ملاش اما انت شنو الميساج اللي باش تعطيه للجوارات تقول لهم شنو يلزمك تلعب على البطوله بعد جيك المرتبه الثانيه يا ودي جوارات تقول لهم نلعبوا ماتش بار ماتش اما انت كي تقول لهم نلعب على البطوله تكبل لهم ساقيهم يوم صغار وبروميتر وما عندهم هكاك يا عم باش يدخل نحكيو على كوره في عالم اخر بالشابلوني ولا شو فورماسيون مش بتوصلك هكاي السلام عليكم فورماسيون باش نلعبوا على البطوله كي تسمع المدرب نتاعك والاداره نتاعك تحكي في راديو تقول رانا نلعب على البطوله السيد عمره 19 عام و20 عام شو باش يخمم لا 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 كل واحد يخمم بعقليه البطل كل واحد انا بطل يخمم بعقليه البطل بينا مويان وسام العاب اسكت يا مويان سامحني وسام العاب انت قبل لعبت في سي اس اس بوجه اسمع فين نلعب في سي اس اس يا اخي عامناه والسبيتش اللي يصير بيناتكم ما بين المدربين على شنو احنا نقول لك او حتى نيس يسمع فيا وكابتن تاعنا اسمعني نقول لك او مش نحكي لك انا كيفاش البطوله ولا شامبيونز ليغ ولا كاف ولا مش نلعبوا اي كومبيتيشن باش ندخلوها ماتش بار ماتش يرحم بوك ماتش بار ماتش ماتش بار ماتش احنا ضد ليتوال 2005 هزيناها كنا بعاد مثلا ربحنا ليتوال في صفاقس وربحنا باجا في كيف خاطر كونتر الكليب خاص كونتر الكليب دونك البطوله وقتها نفس طويل يمكن 32 ماتش نلعبوا معنا مش كيما هذيا 26 برك 26 26 ماتش 26 اللي هو هو نيس حتى يسمع فيه ماتش بار ماتش كيما قال لك يا ولدي اهديك تو انت داخل سامحني داخل انت بلاي اوف داخل بلاي اوف نادي صفاقس مش يلعب ضد النجم الساحلي يا خويا مثلا تو حتى نيسا وكوتش يسمع فينا الاولى تبدل لي زومبيسيون ولا طيحها مركز وانت ديجا قال لك داخل داخل داخل, داخل, داخل انيس مازال يسمع فينا باش تفاهم باش خلي الكلمه باهي صهيب نجم نتفاعل تفضل صهيب هو راه فما الكوتش يسمع فيك اي اكيد ففما راه ديسكور يتقال ما بين الاداره وبين المدرب ومفاهمه تصير وفما ديسكور يتقال بين المدرب ويطرف الفني وبين الملاعبيه نتاعو وفما ديسكور يتقال ان احنا هنا ولازمنا نقولوا صحيح ويعطيكم الصحه وتلعبوا على البطوله وكذا احنا نحبوا الديسكور اللي يتقال غادي
حتى ماهوش الكل 100% يجينا هنا، يجينا 80%، ما يجيناش 20%، والسماء زرقاء وكذا وتزقزق وعصافر وعالم والدنيا. النادي الصفاقسي بالمجموعه اللي عنده اللي طعمها باش تعدى بها للبلاي اوف بشق الانفس، فهمني ولا من عنق شو اسمه هذيك الزجاجه ما ينجمش يلعب على البطوله. بالك شي جاب الملاعبيه ومش يدخلوا في الجو في الجروب ويعطيهم عندهم لي بروميير جورني يقولوا لنا سامحني سامحني انتم في 2005 هزيتوا الشامبيون عندكم ثوابت عندكم عبيد عندهم 3-4 وهزينا بطولة عربية قبلها يرحم بو ومستنسين بالتيتروات هذوما جوارات اللي لعب 5 ماتشوات اللي جاي من غينيا ما نعرفوش ينجم يصدف ينجم لا ولو انهم الزوز خير من الموجود راه باش نبداو متفاهمين اللي راجع الطريق اللي لافون سونتر حبوا بيها ويماركيها وكذا الجارديان ان شاء الله كذا خلي ياخذ الكلمة سويت كمان يفوت الرياليست